اعمل حلقة تشكر فيها العسكر الباسبور يجي بالطيارة. لا امبارح كنت متضايق جدا وكنت يعني تعيس يعني بخبر سيء جدا, هو وفاة شهدي نجيب سرور ابن الشاعر نجيب سرور. ونجيب سرور اللي كتب يعني كتب حاجات كتير جدا, يعني نجيب سرور ده نجيب سرور شاعر وكاتب مسرحي ومخرج مسرحي وممثل. ونجيب سرور ده كان من طليعة المثقفين في الستينات خمسينات الستينات, لكنه اتصدم مع النظام من جراء شيء انا ما اعرفوش هو قوي يعني, فخدوه على مستشفى المجانين واتهموه بانه هو مجنون. فلما اتهم بانه مجنون في الوقت ده عبد الناصر كان بيلوش في اي حد يعني. في الخمسينات قبلها بشويه كان في مناضل مصري اسمه شهدي عطيه, ده كان سنه 49 عامل خلايا نضال ضد الانجليز, يعني عبد الناصر كان قاعد في بيتهم والسادات كان قاعد في السيمة, وشهدي عطيه كان بيناضل وبيعمل حركات عمالية وبتاع. بعد ما حصل انقلاب 52 عبد الناصر محبش حد يبقى زيه, فحبس شهدي عطية والشيوعيين والإسلاميين وكله, قام عذبوا شهدي عطية في السجن لحد ما طفح دم ومات. مشهد مأساوي عمل أزمة للمعتقلين في ترى وهز العالم كله وقتها. عمك نجيب سرور اللي كتب البحر بيضحك ليه وانا نازلة الدلة عاملة القلل, البحر غضبان ما بيضحكش, أصل الحكاية ما تضحكش, البحر جرحه ما بيتبلش وجرحنا ولا عمره دبل والبحر بيضحك ليه وانا نازله الدله عامله الاولى. نجيب سرور من الناس اللي تاثروا بشهدي عطيه, فخلف سنه 1960 شاب سماه شهدي من ام روسيه, فسماه شهدي وكتب له قصيده لشهدي ده. ام بقى اقول نجيب سرور مات بقى وراح لحاله وبتاع, وكان وصل لمرحله اتبهدل اخر ايامه يعني. فشهدي ده كمل في مصر عادي جدا مصري, وكملوا بقى أنا من اللي بيعملوا حاجات مواقع فنية مواقع الانترنت ولوكيشنات في السينما, وشاب خلاص يعني خد اتجاه تاني مش دعوه بالسياسة. لما النت ظهر 96 كده وبدأ ينتشر على 2000-2001 بدأت النت بقى يبقى عليه كل حاجة, فعمك شهدي ده نجيب سرور أعاد نشر قصيدة بتاعت أبوه اللي هي الأميات دي, فعاد حطها على النت. القصيدة دي عندي أصلا من وأنا في ثانوي, عندي ورق وعندي صوت وبيتداولها المثقفين في كل حته, قصيده مفضوحه يعني. فالمهم انه راح ايه حطها على النت. امن الدوله وقتها بتاع مبارك اتضايق جدا, انت ازاي تحط قصيده زي على النت؟ فخدوا الوقت كده مش عارف قد ايه حبسوه. المهم الوقت طلع من الفتره دي قال لك البلد دي ما يتقعدش فيها, خد بعضه ولف بقى بلاد الله خالق الله, اشتغل اي حاجه, لف في روسيا, راح عند ام روسيا وله اخ تاني روسي. المهم استقر بيه المقام في الهند, وفي الهند جاله سرطان الرئه فمات, بتعالج قصدي. فاخوه طالع في فيديو بيقول للمصريين ابعتوا اهو ده شهدي نجيب سرور, ده لا اسلامي ولا غيره, ده هو عامل ضفاير اهو جو كده ملطوش يعني. اخوه طلع في فيديو قال للمصريين يا جماعه شهدي نجيب سرور يا جماعه قاعد في المستشفى مش لاقي يتعالج, أرجوكوا ابعتوا له تضامن يا مصريين, ابعتوا له طيارة يرجع مصر يدفن فيها. طبعا ما حدش سأل فيه, مات الواد في الهند. فأنا بس عايز أقول لصاحب الحساب تعلب إن النظام العسكري المصري من 52 بيعمل حاجتين. أول حاجة كل أحفاد المرضي عنهم بيغتنوا لحد النهاردة. بنت شعراوي جمعة اللي اتحبس شغالين زي الفل. أحفاد بقى كل بتوع مجلس قيادة الحرامية شغالين زي الفل. ما عدا يوسف صديق, لان يوسف صديق اللي هو نجح الثوره اللي لولاه كان زمان عبد الناصر دلوقتي بيتشعلق في الحلب الاعدام لولا يوسف صديق ده. انما يوسف صديق قلبوا عليه حطوه في اقامه جبريه في قريته زاويه المصلوب وخلاص على كده. فالنظام العسكري يغني كل من هم اللي هو راضي عنهم من 52 حتى الان, وفي نفس الوقت مهما تشكر فيه طالما انت كان ليك موقف معاه فهو ما بينساش طاله. العسكري حاقد من جوه غلول, وديكوا شفتوا شهدي نجيب سرور بيدفع تمن قصيدة بتاع أبوه, وأبوه أصلا دفع التمن قصيدة في شهدي عطية, وهكذا دوالي. خلينا